أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم. معكم أنخيلا من قناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم ستكون من العراق الحبيب. تحياتنا لأهالي العراق. وصفتنا لهذا اليوم هي الأكثر شهرة وشعبية. إنها تبسي البطاطا مع الدجاج في الفرن. لا طالما اشتهر العراق بوصفاته اللذيذة جدا، إذ ما تذوقتموها فلن تنسوا طعمها أبدا، كما ويشتهر الشعب العراقي بكرمه لضيوفهم، حيث يقدمون لهم كل ما لذ وطاب على موائدهم العامرة بأصناف الطعام المختلفة والتي تعدها النسوة في العراق باحترافية وإتقان وطعم حقا لا يقاوم. كانت المقدمة لهذا اليوم طويلة بعض الشيء، لكنها أبسط ما يقال عن الشعب العراقي والذي تنتمي إليه جدتي لوالدتي، والتي علمتني هذه الوصفة اللذيذة. والآن أحبتي هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير تبسي البطاطا مع الدجاج في الفرن. معي أنا أنخيلا. باموس، هيا بنا. الآن إليكم طريقة العمل، أما المقادير فسوف أذكرها لكم تباعا خلال الفيديو. سنحتاج إلى ما يعادل لتر من الماء، وضعت فيه الكركم فأصبح بهذا اللون الجميل الأصفر. سنحتاج أيضا إلى حبة بصل كبيرة واحدة وكيلو من البطاطا. قبل إعداد هذا الفيديو أصدقائي، تم تقشير البطاطا وغسلها، والآن سأبدأ بتقطيعها كما نقطع التفاح بهذا الشكل، أترون؟ ونستمر مع بقية حبات البطاطا بنفس الشكل. هنا الماء الذي سأضع فيه البطاطا، ماء بارد جدا. الآن سأبدأ بوضع البطاطا في الماء البارد هكذا. أترك البطاطا في الماء لمدة لا تقل عن نصف ساعة، بعد ذلك سنعمل على تصفيتها. نحتاج إلى 3 ملاعق إلى 4 من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي تفضلونه أصدقائي. أضعه في القدر وأضع القدر على النار. ذكرت لكم أول الفيديو بأن تبسي البطاطا الذي سأعده لكم بالدجاج، ولكني غيرت رأيي آخر لحظة فسوف أعده لكم بلحم العجل، ولكن العراقيون عادة ما يعدونه بلحم الغنم. وضعت هنا ورق الغار مع الهيل والقرفة، والآن أضع لحم العجل. يفضل وضع لحم الغنم فهو أكثر لذة من لحم العجل. بعد ذلك سأبدأ بتقليب اللحم مع الزيت وورق الغار والهيل والقرفة.
بعد مرور فترة من تقليب اللحم مع الزيت وأخذ اللون الذهبي، سأبدأ بوضع الماء فوق اللحم بما يعادل لتر ونصف، وأتركه حتى ينضج معنا تماما. ها هي حبة البصل الكبيرة، سأبدأ بتقطيعها على شكل شرائح خفيفة هكذا. الآن سأضع المقلاة على النار وأضع فيها بما يعادل ملعقتين من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي تفضلونه، وعلى نار متوسطة أنتظر حتى يسخن الزيت معنا. بعد ذلك سأضع البصل، ومن ثم أبدأ بتقليب البصل مع الزيت وهو على النار لتكون النار متوسطة. الآن نحتاج أيضا إلى الفلفل الأخضر، سأبدأ بتنظيف الفلفل الأخضر من بذوره تماما، ومن ثم سأبدأ بتقطيعه على شكل حلقات هكذا. وسنحتاج إلى حبة فلفل أحمر واحدة، أيضا أبدأ بتنظيفها من البذور ومن ثم تقطيعها على شكل شرائح خفيفة. ثم أعاود تقليب البصل وهو على النار. بعد ذلك سأبدأ بوضع الفلفل الأحمر والأخضر مع البصل وأعاود تقليب جميع الخضروات مع بعضها هكذا. وأثناء تسوية الخضروات على النار سأضع بما يعادل ملعقة كوب مملوءة أو ملعقة طعام مملوءة من الكاري. هنا أنا وضعت ملعقة طعام مملوءة.
كمية البهارات أصدقائي ترجع حسب احتياجاتكم. نعاود تقليب الخضار هكذا على النار. تسوية الخضار على النار، سأضع لها رشة خفيفة من ملح الهملايا الصحي. بعد ذلك صفيت البطاطا من الماء تماما وجففتها، وضعت الزيت في المقلاة الثانية، والآن سأبدأ بقلي شرائح البطاطا في الزيت الحار هكذا. يتم قلي البطاطا على عدة مراحل. فهذا يساعد على بقاء الزيت بدرجة الغليان ويعطينا بطاطا مقرمشة. الآن وبعدما أخذت البطاطا اللون الذهبي الجميل، سأبدأ بإخراجها من الزيت وأضع بقية البطاطا وكذلك لحم العجل بعدما صفيته من الماء. هنا أنا استخدمت بما يعادل 300 جرام فقط. كمية اللحم ترجع لاحتياجاتكم أيضا. سأضع فوق اللحم الخضار المطهية بهذا الشكل. وصفتنا لهذا اليوم تكفي لأربعة أشخاص. هنا أنا احتجت إلى نصف رأس من الثوم، قشرته وضعته مباشرة فوق الخضار، وبعد ذلك سأبدأ بترتيب البطاطا المقلية في طبق البايركس الذي سأعد فيه الوصفة لهذا اليوم، ومن ثم أضعه في الفرن. في هذه الأثناء سخنت الفرن وعلى درجة حرارة 200 درجة مئوية. لربما تحتاج الوصفة إلى درجات حرارة أقل حسب الأفران. احتاج أيضا إلى حبتين كبيرة من الطماطم، قطعتها على شكل شرائح، والآن أضعها فوق البطاطا بهذا الشكل. هنالك من يقلي الطماطم مع الزيت، وهنالك من يضعها هكذا. الخيار لكم أصدقائي. الطماطم تعادل 150 جرام تقريبا. بعد ذلك سأضع رشة خفيفة من الشبت أو الشبنت، وهذا اختياري، ومن ثم سأضع صلصة الطماطم المطهية فوق الوصفة، وبما يعادل تقريبا 200 ملي.
هنا أنا وضعت المزيد من الشبت، وكما ذكرت لكم قبل لحظات اختياري. الآن سأضعها في الفرن وعلى درجة حرارة 200 درجة مئوية الرف السفلي، ومن ثم سأرفعها إلى الرف العلوي. الآن وبعد مرور 45 دقيقة تقريبا أخرجتها من الفرن. هكذا تبدو معنا، رائحتها لذيذة جدا. هنا أنا زينتها بأوراق من الكزبرة المفرومة ناعما. بألف صحة وعافية. وهكذا تبدو معنا بعدما وضعتها في طبق التقديم الشخصي. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم أصدقائي، تبسي البطاطا مع الدجاج في الفرن قد أصبحت جاهزة للتقديم. بألف صحة وعافية. أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتنا لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. شاركونا آراءكم. أحبتي، نحن بحاجة إلى تفاعلكم مع القناة، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا، من خلال الاشتراك بالقناة واللايك ومشاركة هذا الفيديو مع أحبتكم وأصدقائكم، ليتسنى بالتالي وصوله إلى أكبر عدد من المتابعين والاستفادة منه. أحبتي، لا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات أيضا لتصلكم جميع إشعاراتنا أولا بأول. كل الشكر لمن اشترك في القناة مؤخرا ولمن يدعمنا من خلال المتابعة والتعليقات. انتظروني بوصفات جديدة. كنت أنا معكم أنخلة من قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس، إلى اللقاء.